راح بحضراتكم. اكيد عندنا كلام كتير جدا ومختلف عن الالعاب، وكمان استعداد لاولمبياد باريس باذن الله. كل التوفيق يعني لابطالنا المصريين، وغيره كمان من الملفات المهمه هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي شادي نبيل. صباح الهنا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ شادي، منورنا ومشرفنا في 10 الصحافه الاهلي. شكرا جدا فاروق، وسعيد ان انا اظهر معاك النهارده ان شاء الله. اشكرك يا استاذ شادي. طبعا عايزين يعني اسالك في البدايه، القرار الاهم اللي كان يعني بقول برضو انفرض بيه نهاوند من خلال قناه النادي الاهلي، انضمام في لعبه الاسكواش كاحد 5 العاب للاولمبياد، وزي ما قالت يعني كلنا بنامل ان شاء الله ان مصر عندنا تطلع ان احنا ناخد ميداليه او 2 في هذه المنافسه. شايف انضمامه للاولمبياد ومدى استفادتنا منه خلال الفتره القادمه ازاي؟ طبعا يعني انضمام الاسكواش اخيرا تبقى لعبه اولمبيه وتظهر لاول مره في لوس انجلوس 2028، ده حلم كل عشاق الرياضه المصريه كانوا منتظرينه. نظرا ليه؟ لان احنا متسيدين اللعبه على صعيد الرجال والسيدات، لكن الخبر كويس اللي احنا خلاص الاسكواش هيتلعب قدامنا 5 سنين ونص. لو انت هتقول لي اللي احنا هنلعب في باريس 2024 وبصم لك بالعشره كنا هنكسب فردي رجال وفردي سيدات، يبقى كده ضمننا ميداليتين ده كويس. لكن 5 سنين فتره كبيره جدا عشان احنا نشتغل ونزود، لان انت يعني التصنيف العالمي لسه طالع امبارح، في التصنيف التوب 10 في الرجال في 5 مصريين بزرق. وعلى صعيد السيدات في 4 اوريدي كانوا موجودين، وفي طفره حصلت لبنت واعده عندها 16 سنه اسمها امينه عرفي، يعني نطت من المركز ال 36 للمركز ال 20 كاصغر لاعبه تظهر جوه التوب 20. طيب ايه اللي مقلقك؟ بالعكس، ما هو ده معناه ان حتى الجيل الحالي والابطال العالميين الدوليين دلوقتي يقدروا كمان ان هم يوصلوا يعني لوس انجلوس ان شاء الله. ما هي دي اللي انا كنت هتكلم فيها، عامل السن نور الشربيني، نوران جوهر، وهانيا وباقي المجموعه. هنتكلم اللي احنا هنبقى ايه كمان 5 سنين، 31 32 هنلاقي عندنا علي فرج ممكن يبقى 34. فاحنا التركيز الاكثر هيبقى على مين؟ امينه عرفي هيبقى ان شاء الله عندها 21 سنه، مصطفى عسل يعني اللي بنبارك له بقى للعوده للزوم مره اخرى في المنافسات بعد الايقاف الثلاث شهور، بيلعب بطوله جراس هوبرز، هيبقى عنده 27 سنه. الجانب الاخر ان الدول الثانيه هتبتدي طبعا تشتغل على نفسها. اللي متابع او اللي داخل جوه مجتمع الاسكواش عارف ان في مجموعه رائعه من المدربين المصريين انتقلوا للتدريب في امريكا، 6 أو 7 مدربين من افضل مدربي الاسكواش المصري ابتدوا يعملوا كامبس في امريكا، فمعنى كده ان الخطه كانت جاهزه. امريكا في بطوله امريكا المفتوحه لاول مره يعني جوه السيمي فاينال يبقى في بنتين من امريكا، احنا دايما الاسم الاشهر للاسكواش الامريكي على صعيد السيدات هي اماندا صبحي، وهي من اصل مصري باي ذا واي يعني. ف احنا ملناش حل بقى. اللي انا اقصده ان كل الدول هتشتغل، لان انت زي ما انت عارفه الميداليه الاولمبيه كنا اتكلمنا كتير قبل كده في لقاءات سابقه بتحتاج استعداد وتجهيز من قبلها. طبعا. فلازم ما نعتمدش اللي احنا متسيدين اللعبه حاليا، لازم نشتغل ونكمل المشوار، ولازم الاتحاد يبقى خلاص دي لعبه اولمبيه يعني الاتحاد مسؤول. هو طبعا احنا عارفين اللي فيه ايفنتين اتوافق عليهم خلاص هيبقى فردي رجال وفردي سيدات، فانت لازم يبقى ليك دور. اللعيبه بتوعك انت خلال البطولات السابقه كان ممكن نقول ما بتعرفش عنهم حاجه غير في بطولات العالم اللي هي بيبقى فيها الفرق انت بتجمعهم، لكن حتى بطولات العالم الفردي هم كل لعيب مع التيم ورك بتاعه، سواء المدرب سواء بتاع النيوتريشن بلان الكوتش كل حاجه، فانت لازم تتابع الموضوع ده، توفر لهم بقى المعسكرات، توفر لهم البيئه الخصبه اللي هم يفضلوا موجودين محدش يمشي، عشان مش هنكون في حمل ان اي حد يلعب باسم اي دوله وتلاقي الميداليه بدل ما كانت لمصر بقت باسم الدوله الثانيه. فنتمنى ان شاء الله ان اتحاد الاسكواش يكون قبل الاولمبيكس في 2028 جاهز لحصد الميداليتين، لان هو الطبيعي ان احنا ان شاء الله ناخد فردي رجال وفردي سيدات. حلو قوي. نتكلم بقى في العموم في السؤال المهم. انا دلوقتي لما اجي كمشاهد مصري ويعني من الجماهير عادي، الجماهير دلوقتي بتتفرج علينا، انا عايز اعرف مصر فين في اولمبياد باريس 2024؟ تابعنا ده وقت طوكيو وقلنا وقتها حتى كان لينا اكتر من مداخله مع رؤساء الاتحادات المختلفه، وكان لينا لقاءات كمان هنا في الاستوديو مع ابطالنا المختلفين. البعض كان بيقول انا عندي مشاكل
والمشاكل دي بحاول كنت اتخلص منها، البعض اللي قدرت اتخلص منه والبعض القائم، وهروح باريس، عفوا هروح طوكيو على هذا الاساس. وما واتوقع بس حتى ما سالناه طب يا فندم انت مثلا في الاتحاد الفلاني تتوقع ايه؟ قال لي انا معتمد على فلان وفلانه وفلان. كل ده كنا بنقوله للساده المتابعين بشكل واضح وصريح ومباشر. جينا بعد كده قلنا بعد على طول طوكيو، قلنا يا جماعه الحمد لله ميداليات لا باس بها، على المستوى البارالمبي افضل بكتير، ولكن اوكي. وقتها حتى انا فاكره كويس قوي اتكلمنا بقى مع اللي جاي، قلنا له يا فندم طيب، ويا فندم دي معنا رؤساء الاتحادات، قلنا باريس قدامها لسه كام سنه، هي هنعمل ايه من دلوقتي لغايه باريس علشان اقول، او دلوقتي الجماهير المصريه والشعب المصري يجي يقول لك ايه؟ انا بقى نفسي اوصل لحته تانية، انا حقي اخد ميداليات تانية. فايه اللي تم يا فندم وحضرتك ملم، وايه اللي استجد من طوكيو لباريس عشان اقدر اقول ان النتيجه هتكون مختلفه؟ لان انا ممكن لو مشيت بنفس السيستم يبقى ما اتوقعش بقى ميداليات زياده ابدا. خلينا نبقى صراحه يعني، ما خلينا صراحه، لو مشينا بنفس السيستم هناخد التشوك اللي احنا هنرجع نستقبل. طب واحنا ماشيين بقى بنفس السيستم؟ لا خالص، هي بس النقطه في حاجه، اللي انت برضو انت طوكيو كان عندك كورونا والدنيا مقفوله والاستعدادات صحيح. كانت صعبه بس على الكل، على الكل، بس في نقطه انت لما بتحبي تستعدي بتعملي ايه؟ معسكرات وغيره فين؟ وغيره بتسافري، لكن هم موجودين في بلدهم، يعني اقصد ان هم اوريدي موجودين ومعسكرين مع بعض، لكن احنا اللي كان عندنا الايشو اللي احنا مش عارفين نسافر، فكنا بنعمل معسكرات داخليه، فالموضوع طبعا كان اصعب. باريس 2024 خلي بالك في نقطه، ان الطبيعي اللي انت بتجهزي لاي اولمبيكس لمده 4 سنين، ففي سنه ضاعت، فاحنا ليه؟ لان طوكيو اتلعبت 2021، فاحنا بنتكلم في 3 سنين، الثلاث سنين فيهم شغل؟ فيهم شغل. الثلاث سنين في اتحادات شغاله؟ في اتحادات شغاله. المحصلة اللي بيتأهلوا والكوتا بتزيد؟ بتزيد. يعني احنا لو من من قبل بطولة افريقيا مثلا للرماية كنا بنتكلم في عدد مثلا حوالي 34 لعيب، هوب الرماية خدت 9 اماكن او 8 اماكن مع اوريدي عزمي محلبة اللي كان حاجز اول مقعد لاي رياضي مصري، فبقى عندهم الكوتا 9، فبالتالي العدد بيزيد. الالعاب الجماعية كرة القدم تمام، جينا بنتكلم على الفولي اوفيشيالي يعني بنسبة 99.9%، احنا في الاولمبيكس، لكن القرار الرسمي هيطلع امتى؟ تقريبا في شهر 5 2024، لكن احنا خلاص، احنا بعد اللي حصل في التصفيات والفوز ببطوله افريقيا والفوز على تونس في التصفيات، فاحنا خلاص بنسبه زي ما قلت لحضرتك احنا قريبين. الهاندبول هيبتدي في بطوله افريقيا اللي هتبقى في شهر 1، ودي اللي هتبقى مؤهله وهتتلعب في مصر، وان شاء الله هنضمن ان احنا نخش. فاللي انا اقصده اللي الاتحادات شغاله، الاستيب الاولانيه نوصل باريس، الاستيب الثانيه عايزين نشوف مين اللي يقدر يجيب لنا ميداليات. صح كده؟ طيب كل اتحاد الطبيعي اللي هو ملزم يعني مثلا اتحاد الرميه عنده كام لعيب؟ 9 لعيبه دلوقتي. المفروض ان انا ابقى بعمل استعدادات للـ9 لعيبه على ارض واحده، لكن في لعيب بروميسنج اللي هو يجيب ميداليه، يعني الاشهر ايه؟ عزمي محلبه، يعني عزمي محلبه اتاهل عن طريق بطوله العالم، كسب ذهبيه بطوله العالم. الباقي مع كامل احترامي وتقديري وللمجهود اللي عملوه عن طريق بطوله افريقيا، ففي جاب، فانت ما تقدريش تطالب الـ8 أو الـ7 دولت بالنتائج اللي حققها عزمي، لكن لازم اوفر لهم يعني مش الحد الادنى 60% من الاستعدادات للبطوله. عزمي بقى او اللعيبه البروميسنج الوضع بيختلف، تبقى في سبونسر، بيبقى في ناس تيم كامل معاهم. يعني على ذكر المثال قبل بطوله العالم للمصارعه عبد اللطيف منيع خد الذهبيه فتاهل فوصل للاولمبيكس، فخلاص مدى عقد رعايه مع احدى الشركات. يبقى احنا دلوقتي هي دي النقطه، ان احنا الرعايه بتيجي لما بتكون بطل. انا عايز رعايه من الشركات الوطنيه بتاعتي تتبنى الابطال اللي هو مشروع بقى البطل الاولمبي، هي دي عشان انا اخلق يعني ابطال. ما هي بصي زي ما اتفقنا احنا الشركات الخاصه لازم اشوف عشان ابتدي اكل. صح كده؟ يعني كل العالم بيتكلم هو ليه النادي الاهلي عقد الرعايه بتاعه دلوقتي بالمليارات نتيجه لكل النجاحات اللي النادي الاهلي عملها. صحيح. كله بيخش على ايه؟ اسم النادي الاهلي دلوقتي، فبالتالي لان في نماذج اتدعمت وعملنا سبونسر وعملنا كل حاجه والناس صرفت وزيرو ريزلتس، ما فيش اي نتائج سواء على صعيد بطولات عالم او على صعيد الاولمبيكس، فبالتالي دي بتدي يعني انعكاس ان انا لا لازم برضه اشوف. بس برضه اللي انا لما اشوف بطل ما سبتوش بقى، انا رحت عملت رعايه معاه.
العدد الابطال الميداليات المتوقعه في باريس هتبقى صعب تحديدها من دلوقتي، لكن هي في لعبات بنتكلم فيها سلاح بس ممكن. بس بشرنا يعني هيزيد عن طوكيو ولا احنا بنتكلم في ايه؟ والله بص يعني طمنا بس. ممكن يبقى حي يعني يزيد في العاب مرتبطه اكتر بالدرو يعني بالقرعه. بالقرعه. القرعه صدقيني في الالعاب الفرديه بتبقى عليها عامل يعني لا يمشيكي بصي بالظبط زي ما بيقولوا كده الدنيا سموز وسهله وانت وممكن اول ماتش يجي مثلا مع المصنف الاول فتلاقي الدنيا ضبابيه فهي دي وبيبقى مستعد وكل حاجه وممكن يعمل ماتش حلو جدا وممكن يعمل راوندز حلوه جدا زي التايكوندو مثلا ويخسر 2-1 بالراوندز فهي النقطه في كده الميداليات ان شاء الله مش هتقل عن طوكيو ان شاء الله تزيد الالعاب البروميسنج سلاح مصارعه ممكن رفع اثقال ان شاء الله من نوصل بس من غير اي مشاكل واي حاجات بتتاخد والخماسي طبعا هم دولت اشهر العاب لا احنا ما عندناش منشطات على فكره احنا تابعنا الملف ده هي مش منشطات ممنوعه هي بعض الادويه اللي ما عليهاش رقابه اللي بيبقى فيها نسبه بتحسب بعد كده ان هي منشطات وده مش راجع للاعب مش مسؤول هو اللاعب ما يعرفش اصلا او ما فيش متابعه فهي دي التقصير من الاتحاد في الاخر المحصله النهائيه ايقاف مصر عن النشاط إيه؟ الدولي لمده عامين في رفع الاثقال ضيعت منك طوكيو طلعت ضيعت بس منك بس مش غلط اللاعب لا لا المنظومه منظومه يعني منظومه معلش. منظومه بعدين ما هقول برضه معلش اللاعب عليه دور ليه؟ لان اللاعب هنا المينتاليتي لازم مش انا الدكتور هيقول لي فانا برضه ابقى اوير يعني اللاعب اللي في يوصل لمرحله الاولمبيكس خلاص هو اوير بكل حاجه ممكن انا مش هديله مش هعمل عليه لوم كبير بس المنظومه كلها ادت في النهايه هو ده المفروض ولكن خلينا برضو على ارض الواقع على فكره يعني تمام في بعض الابطال بتوعنا ليسوا على مستوى تعليمي عالي حضرتك عارف ده يعني ابطال لكن تعليميا هم ابطال في الرياضه لكن فهي القصه كلها لما باجي اخاطب لازم اخاطب كل واحد حسب فكره فانا كاتحاد مسؤول عن ده هي دي النقطه وكاتحاد مش انا كل اللعيبه عندها وعي انا مسؤول عن الكورسيس اللي بتتاخد للعيبه كل فتره ابديتت للنقاط اللي في التحكيم ما التحكيم بيحصل له ابديت بيحصل قوانين جديده فلازم يعني لازم يبقى اوير بالحاجات دي لازم يبقى اوير بالادويه اللي ممنوعه يعني الاتحاد برضه عليه دور اللي انا لازم اطور من اللعيبه بتاعتي لان اللعيب البطل انا بطل بس زي ما حضرتك اوضحتي في النقطه دي ان انا لازم لا لازم انميه ولازم اوضح له كل الحاجات دي فان شاء الله نتمنى بس الاتحادات مع وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه يعني هي ببساطه بس عشان لخصها لي انا نفسي كل واحد يعمل دوره والله بسيطة اهي سهلة طلعت بسيطة بسيطة صح ولا يعني كل واحد يعمل دوره وهي بسيطة كل واحد هيعمل دوره هتلاقي النتيجة صح لأن بصي على الاتحادات اللي بتنجح وبتجيب ميداليات ما هتلاقي جواها مشاكل ما عشان بس يعني أكون صريح معاك في مشاكل لكن المشاكل ما بتبقاش طاغية على المصلحة العامة صحيح بس فهي دي صحيح يعني ده بيفرق من إدارة لإدارة يعني فكرة حل الأزمات والتغلب عليها وخلق يعني مصدر مادي يعني كان في برضو لو انت لو فاكر كان في مش فاكره كان اتحاد ايه يا جماعه لو تفكروني احد الاتحادات اللي فكروا في فكره حلوه جدا حتى انا شكرتهم على الهوا كان بيتكلم ان احنا هنعمل اكاديميه خاصه مع عن اللعبه دي عشان تصرف على اللعيبه بتاعتي شوف قد ايه فكره حلوه انا قلت لهم برافو هو ده انا بخلق مصدر انا مش عندي الوزاره مكلفه بكده وهي امكانياتها كده فابدا انا كاتحاد اتصرف حتى لو سبونسرز مش بيجوا يعني صح انت بتحبي تعملي اكيد كلنا بنحب نعمل سيرش كتير صح بصي اقول لك على حاجه كده يعني هوم ورك لحد الحلقه الجايه لما اشوفك اعملي سيرش تمام على الهيستوري بتوع رؤساء الاتحادات رئيس الاتحاد اعملي سيرش للهيستوري بتاعه والهيستوري دي هيقول لك هو النجاح ده جاي لي يعني لما بنتكلم على الخماسي الحديث المهندس شريف العريان شوفي كده سي في شوفي السي في بتاعه اتحاد الغطس برضه رائع بصراحه جدا اتحاد السباحه والغطس مثلا كابتن ياسر ادريس فشوفي هتعرفي كل اتحاد واصل ليه وكل اتحاد واقع ليه صحيح ما يعني بصي تمام. عشان ايه ما نكذبش على الساده المشاهدين لو انا مش قد المكان بس اتخذت عشان حاجات تانيه فهتبقى بالمحصله بتاعتك. لما بقاش بقى خلاص في مجال قدام نتمنى يعني زي ما احنا قلنا يبقى كل حد في مكانه الصح ويعمل أتمنى دوره اتمنى فعلا. اتمنى ان شاء الله ونتمنى كل التوفيق بس للرياضه المصريه باذن الله والعدد هيزيد
العدد لسه فيه. الرياضه المصريه واخده دلوقتي اهتمام من القياده السياسيه، طب احنا مستنيين ايه تاني؟ طبعاً يعني ده بعدين شعار المكافآت دي مهتمه بالملف وبتدعمه وبتشجعه، فاضل ايه تاني؟ فاضل احنا نشتغل بقى، يعني هي دي النقطه. بصي هي بس النقطه في ايه؟ ان السيد الرئيس لما اتكلم فيما يخص المكافآت ومش عايز حد من اللعيبه تمشي، كان حصل بعد حادثتين في الاتحاد معروف بمشاكله، فما علينا في دي. لكن النقطة الثانية ان دلوقتي بعد قرار السيد الرئيس دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمل اجتماع وابتدى يعملوا بلان ازاي يزودوا من المكافآت للعيبة، ازاي يحمسوا او يشجعوا اللعيبة اللي هو يبقى فعلا ده المجال، ده مجال حياتك، ده مجال شغلك. المكافآت عندنا مع كامل احترامي تعتبر هزيلة رمزية، يعني هزيلة فيما يخص كل البطولات بعيدا عن الأولمبيكس. يعني الأولمبيكس تحس اللي هم إيه، الأولمبيكس مليون جنيه عشان ما مش هتيجي لا، فخليه بطولة العالم تبقى إكويفلنت برضه، يعني حاجة تستاهل. بطولة أفريقيا تبقى حاجة كويسة أكيد، كل الكلام ده. بطولة عالم أو بطولة العالم العسكرية هتبقى حاجة كويسة، لأن كل الحاجات دي لازم تبقى تشجيع للأبطال. استاذ شادي ما ينفعش تكون معانا ما اسالكش على مباراه السوبر اللي هتجمع ما بين الاهلي والزمالك في كاس السوبر للسله اللي هتقام في البحرين. طبعا عارف ان النادي الاهلي هو بطل الدوري وبطل الكاس ونادي الزمالك هو وصيف الكاس، شايف المباراه ازاي وتقييمك لمشوار النادي الاهلي في كره السله ورجال السله في النادي الاهلي هذا الموسم؟ لو هنتكلم الموسم الماضي حاجه وبدايه الموسم الحالي حاجه تانية. الموسم الماضي خمس بطولات، يعتبر خمسة بالخمسة، انت عملت كل حاجة، كنت في التوب فور من أوجستي ومن اللعيبة. اللي انت تبتدي بالانتر كونتيننتال كانت حلوة، اللي انت دي عارف انت ايه الجايزة اللي انت كللت بيها الموسم، لكن اللي حصل جواها الفوز على بطل أمريكا ادى انطباع وادى أمل لكل عشاق كرة السلة في النادي الأهلي انها ممكن. ماتش الثالث والرابع قلل بقى النسبه دي، لان ماتش الثالث والرابع بالذات مع الفريق الصيني كان فيها مشكله مش متعلقه بالفنيات، متعلقه بالروح. بالروح صحيح. كنت هتكسب بدون اي شك لو كنت بتلعب زي الفاينل بتاع البال، كنت هتكسب بدون شك، لكن زي ما بنقول بطولات كؤوس العالم بتبقى دايما دي الحاجه اللي ايه اللي بتحلي لك الموسم. يعني البطوله العربيه بقى فيها ايشو شويه، يعني البطوله العربيه بيروت فريق تقيل، فريق تقيل، محترفين تقال، بيروت اللبناني تمام، لكن ما خسرش منه 25 بوينت في المجموعات. كسبت الاتحاد، ماتش الاتحاد ده كان ماتش العوده، لان ده ابني عليه تبني عليه، خاصه ان انت كسبت الاتحاد بدون ايهاب امين، واحد من اهم نجوم كره السله المصريه. اللي حصل بقى في ماتش سله المغربي وماتش كويتي، كويتي يسأل عليه أوجستي بوش كاملا، وده كان السبب الأدعى من وجهة نظري للاجتماع اللي عمله كابتن خطيب مع أوجستي بعد العودة من قطر، لأن بالظبط يعني اللي هو فيه إيه؟ أنا واثق فيه، جمهور النادي الأهلي واثق فيه، جمهور عشاق كرة السلة ومسؤولي كرة السلة والنادي واثقين فيك، بس فيه إيه؟ فهي دي كان الاجتماع. توقيت الجلسه دي كان مهم جدا جدا جدا، بيبقى فيه خلي بالك التاخير في التوقيتات دي، ويعني وانت على طول متواجد في النادي الاهلي جوه الفرع يعني الجزيره، فانت بتشوف ان ممكن جلسه توقيتها لو اجلناها يوم تودينا في حته تانية خالص. صحيح تمام، فهي توقيتها مهم. قبل السوبر، السوبر بطوله مهمه جدا، يعني لو بتلعب سوبر اهلي واتحاد الدنيا ممكن تبقى ايه، اهلي زمالك لا بطوله مهمه، ديربي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، نادي الزمالك بعيد عن بطولات التتويج ببطولات كره السله موسمين، كابتن احمد مرعي عايزين يرجعوا، جايب لك لعيب واخد منك احمد اسماعيل وجايب لعيبه واوجيمايو المحترف الامريكي بتاعهم رجع وبيجهزوا تمام، لكن بطوله السوبر دي واقامتها في البحرين في وسط بقى هتبقى تلاقي الصاله متقفله وكل الجمهور موجود، مش هينفع ترجع من غير الكاس، لان هترجع من غير الكاس هيعمل لك دروب نفسي، مش عدم ثقه، تقليل برضه في الدعم شويه من الجمهور. جمهور بص يعني من خمس ست سنين كان كل مصر بتتكلم في الكوره، اؤكد لك دلوقتي واحنا قاعدين 90% من مصر بتتكلم في العاب الصالات. صحيح بتشوف طبعا انت البيجز بتاعت الفيسبوك وتويتر طبعا، مصر يعني جمهور كبير جدا، فخلاص ده انت بقيت بقى مش متراقب، ده بل بالعكس ده في ناس من الجمهور بيرشح لك لعيبه،
من والله ده بجد بيحصل، صح صح صح. يعني بيرشح لك لعيبه، فبالتالي هيبقى خطوه قاسيه جدا ان انت تخسر، مش هنقول ثلاث بطولات لان انتر كونتيننتال ما كانتش محسوبه اللي انت تقدر تكسبها، خسرت بطولتين في بدايه موسم، واحده من يعتبر سله المغربي كتاريخ كره سله، النادي الاهلي اقوى، وبعد كده قدام المنافس المباشر نادي الزمالك، فهتعمل دروب بنفسك. التجهيزات لا، الفريق ما اظنش اللي هم هيقعوا في نفس الخطا، هيلعبوا بالروح اللي هم لعبوا بيها، القايمه كامله، المحترف طبعا احنا عارفين بيبقى في محترف واحد في الدوري المحلي، فاتغير، ما اعتمدناش على الثلاثه اللي كنا جايبينهم، ولا نورس كول ولا عمر عباده ولا فكواتي اللي هو بيجي كل بطوله، فجبنا لعيب امريكي، فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه صعبه جدا، والتتويج والعوده بالكاس هتبقى بدايه للموسم الجديد ان شاء الله. واحنا بنتمنى اكيد من قلوبنا للتوفيق يعني لكل ابطالنا حقيقي، لان صدقوني لما بطل مصري بيرفع علم مصر وبيحصل على ميداليه احنا بنفرح كلنا من قلوبنا، كان ده يعني اخونا اختنا، لان في الاول وفي الاخر المصري ده بيمثلنا كلنا. فاتمنى كل التوفيق ان شاء الله في شاء الله. لوس انجلوس وفي باريس وفي كل البطولات القادمه لان احنا بنسعد بيهم جدا. شكرا ليك استاذ شادي، كالعاده نورتنا، وملف طبعا مهم هنتابعه لغايه ان شاء الله باريس 2024. متشكر جدا لحضرتك. كل الشكر للاستاذ شادي، كل الشكر طبعا لنهواند. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، ونهايه اسبوعنا في 10 الصبح في الاهلي. نلتقيكم الاسبوع القادم باذن الله.